ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأدوات تمارين بعد الإحماء ممتازة. 2-1 بدون سوية. هذا واحد عنده كرة، هذا واحد عنده كرة، يعني مجهزين دولة. ويبدي ركض السلالم الأفقي، ركض السلالم الأفقي، هاي واحد. 2 التوجه ركض رشاقا، 1-2 كذلك. احنا هم عندنا ركض رشاقا، 1-2 ثم قفزات قصيرة سريعة على الموانع الواطية، هاي صار عندنا حركة أخرى. ثم تبادل الكرة مع اللاعب رقم 1 الأول، والانطلاق وتبادل الكرة مع اللاعب رقم 1 الثاني. اللاعب الثاني خلف المجموعة، طبعا الكرة تبقى مكانها، إنها تبقى مكانها، فهذا يروح مكان هذا، هذا يروح خلف المجموعة، واللي عمل مناولة واللي ركض منها الأول يجي على الكرة هاي. فتصير الوضعية 4 عندنا كرات، وواحد انتقل خلف المجموعة، ما ينطبق على هذه المجموعة ينطبق على المجموعة من الجانب الآخر. بس عدد معين من التكرارات لكل لاعب عندك. الآن أنت مناولتين تبادل الكرة، يمكن أنه أنت تعمل متغير بإضافة أداء فني أو بدني بس، لكن هذا الأداء الفني والبدني الموجود في هذه الفعالية التي ستجرب من الفار كافية وممتازة. ودائما تفكر بالمسافات 15 ياردة 20 ياردة لا أكثر، أبدا لا أكثر. أنا موافق المهلة، شكرا جزيلا.